بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده وأعز جنده وهزم البلاطي وحده، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين الذي ناداها المسلمين ولقب حتى المشركين بالصادق الأمين. وبعد، أخوانا المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب. حيا على راسي بحراسي وفارس مترسي، يا ساس من ساسي ويا درعي ويا سيف القصاص، يا عز من نفسي على نفسي وفك ما ينتسي، نفسي وراسي لك فدا في يوم ضربات الرصاص. إخواني، موضوع اليوم موضوع شد وجذب ومالح وعذب، يتحدث عن الكذب. والكذب شوم وخلق مذموم من الله ومن رسول الله ومن عباد الله. وقد أجاب الرسول حين جاءه رجل يقول: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون جبانا؟ قال: نعم. أيكون كذابا؟ قال: لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكذب عاده قبيحه، يخلي النفس جريحه ويكسر الراس ويجرح الاحساس ويغثي الناس، يقلب الامور قلب ويفطر القلب، سواء كان من كبير او صغير، من غني او فقير، من موظف او مدير، لكنها اعظم تاثير عندما ياتي من مسؤول كبير كالرئيس او الوزير، والامثله على ذلك كثير. اكثر شعب عانى من كذب المسؤولين المعلولين هو الشعب اليمني العسكري والمدني، وخاصة الرجل الوطني. كنا نصبح على كذبه ونمسي على كذبه، وكم من وعد لم ينفذ بعد، سمعنا الرعد لكن بغير مطر ياسع، كذب واصل من طالع لا نازل. ما رايكم نطلع فاصل؟ واصل يا عبد الفاصل. رضي عليكم وعلى والديكم واجر خل على يديكم. قد يقول لي واحد: انت بتزايد، ادي لنا شاهد ولا دليل واحد على ان المسؤولين السابقين كانوا كذابين. قل له: بشر وبشتد وشد حزامك، وشكرا على اهتمامك، لن تصادق في كلامك. انا ببدا الموضوع من الرئيس المخلوع ذي موتنا جوع، كان يفتتح المشروع ويرجع يفتتحه مره ثانيه بعد اسبوع. كان يدي قرار في خطاب ويفرضه، وفي الخطاب الثاني ينقضه. ما عدا الدهش الوعود الفاضية في الثلاثين سنة الماضية. أنا عاد أبدع من 2006، اتأمل وسكته وبعد حكم أنت. مرة في خطاب علني وعد الشعب اليمني المتحضر والبدوي، الأمي والنحوي، الموظف والرعوي، القطاع الرجالي والنسوي، أنا عاد أدي لكم كهرب نووي. قال هذا الكلام للكل. الوعد الثاني قال: سنقضي على الفقر والبطالة، بيعني حقه وحق عياله وعيال عياله. بالحرف الواحد قال في 2008: سنقضي على الفقر. الفقر يا فخري أي حين مدري، الله يرحمك يا محسن الجبري. الكذب والزبادي وحق ابن هادي من منجزات بلادي. الثالثة أيام الثورة قال: ولقد وجهنا الحكومة بحماية المعتصمين. ويوم ثاني كم قتلوا؟ ما شاء الله، والحماية في غرفة العناية. الفعل غير الحكاية، كذب على الزياني، كان يجي من الرياض عاني لا ما يصل، قال الأسبوع الثاني. حين رجع من الرياض زاد الكذب وفاض وفرخ وباض، وقال رجعت حامل غصن الزيتون وحمامة السلام، والغصن حقه صميل ومدفع ثقيل والحمام قراب يقتل الشباب. هذا قطرة من بحر وغيض من فيض، كذبه ما نستر نحصه كامل، نكتفي بالحاصل. ما رايكم نطلع فاصل؟ فاصل يا عبد الفاصل. رضي عليكم وعلى والديكم. هذا كبيرهم والكينج حقهم، هذي علمهم واغواهم واضلهم. أما ذي بعده من المطبلين والمطلبين والمزمرين، فكم نحسب وكم نكتب، أكثرهم كان يكذب. قدم أين أنت وين؟ من أين أبدأ لك من أين؟ من عند سلطان البركاني ولا ياسر اليماني؟ قليل الخبرة كثير الهدرة، الكذب سمه وميزه
وطبيعه فيه وغريزه ما حفظوه الا حفظه الله سيدته العزيزه. ولا احمد الصوفي بالكذب متكوفي، ولا طارق الشامي كذب حامي، ولا قثث قاهزه له جني يركزه. كيف يا عبده كيف؟ قال قتلونا بالزرقيف. الله رحمه، بعد ذمه انتم دارين بكم؟ بواحد شاهي في مطعم العباهي وقال له ناهي. من كثر الكذب حقه على الله وعلى خلقه ورم حلقه وافتتحوا الان محلات اسمها محلات الجناديل الكذب البلدي. المهم هؤلاء قد ساروا وطاروا وغاروا، نقول لهادي وباسندوه لا تحذوا حذوه، الناس ما عاد باتتحمل ولا باتقبل، افهموا الخبر، الحذر الحذر الحذر. القوع والعطش يقتل، القوع والعطش يقتل، يلا بقرن بترول. خاف يا علي ربك خلي رحمته تنزل تنزل، اعطي معدتك راحة واعمل ارجلك مشكل. قليت بالحياة مرة واصبحت بلطقي وزنقل، لعبت بالبلاد لعبك احرقت الورود والفول، مصيت الدماء والريق خليت الجسد منخل. مطشت بالريال القاع على وجهه، ضربت بالريال القاع وديت العمال الكل، طلعت للجعانين ريش ويدي وعملت ارجل، وهمشت العقول تهميش وتلعبهم فوتبول. كل هذا كل هذا وما تشتيش، نتنحنح ولا نسعل، والله يا سبب همي خبرك للملال انقل، وازيد يا خبيث النفس كل يوم العنك وتفل وتفل وتفل. الله. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم، وكمان رحب بالشاعر ايهاب الحامي، وقدو اسم على مسمى، قالوا له كل واحد من اسمه نصيب، وهذا اخذ النصيب كل حامي انه حامي. اهلا وسهلا بك اخ ايهاب. الله يخليك. باش تبدا لنا اول قصيده؟ اول نبدا اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الامين صلوات الله عليه وسلم. اما بعد، اشكر قناه يمن شباب، قناه الثوره، كما اشكرك انت ايها الشاعر الكبير، شاعر الثوره، شاعر الحريه والكرامه، الله يرضى عليك. ابدا بقصيده للعسكري، اقول فيها رحمتي للعسكري. ايوه. هنجما ويدو خلي تشبعوا حباك ودم، بارحي ولا طري بالصحاري والجبال، هو من القوع يعتري والفقائع والقراع، طلع له السكري والمعاش يا صاحبي ياتي حق البيتري، حالتي وحاله سوا بسلم ويقري قري، وري كل ما جيت تنصحه قمل فوقي يهتري يهتري. اذا ميرت له قول له تمام، بس اللي يهتري اذا تمام. صح الله لسانك. طبعا العسكري مظلوم من جيز المواطن، بس اللي هي الاهتراء بس، بل انه في بعض الاحيان عادوا اعظم فئه مظلومه. نعم نعم نعم. هو الجندي. الاخ ايهاب، اول قصيده القيتها بالساحه هي شي. حمد دنيا حما. حمد دنيا. طبعا قبل حادثه جامع النهدين هذه. قلت حمد دنيا حما، حما ارحل لك العمى. من كل جهه عليك اليوم تأكما، كرسيك يرتعش والصورة فحمة، راسك من الصداع ضمه بمقرمة. حمى الدنيا حمى 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 الدنيا عليك حمى، والله حمى حمى حمى، والخوف طار تبخر للسماء، وصابك يا علي جنان العظمة. حمى الدنيا حمى حمى، بالثورة يا شباب تفرطوا كما أو تقبلوا الحوار مع مسيلمة. الله يسلمك. حمد الدنيا حمد. حمد الدنيا تعرف ان الدنيا حامد. حمد صح. الاخ ايهاب، بعد ما انت قلت هذا القصيده قبل حادثه النهدين وقلت وجهك تفحم تفحمت، يعني قد تنبأت انه يعني انه بتزعم. هذا يعيش معك حيقول مدري وش يقول، ايش يقول انك يعني بعد قدر ما يقول، ولا يقول قدر ربما عندك علم ولا شيء مدري. لا تعني بلاش. تمام. بعد ما سار ورجع، بعد ما رجع
سويت له سويت له قصيده ايوه رجع الله لا رواك الله لا رواك الله لا رواك كيف رجع قلنا ايش قلنا له اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما احناش علي ذبين ما احناش علي ذبين ولا كنم يدبين ترشنا بالسم ان سار عقلك اين يا مطلع الارواح يا عابد القرشين انت الانين والاح والقعقعة والبين وانت يا سفاح قذافي رقم اثنين لو فيك شوية عقل لو فيك شوية عقل او كنت احمر عين بتاخذ العبرة من جامعا نهدين لكن مكانك قفل ولا بتهمله لكن مكانك قفل قفل ولا افتهم لك شيء رجع متوحش رجعت متوحش من الرياض تعشي تحمل علينا الحقد بصورة حق وحشي صدقني إحساسه ما يكذب القرشي لقد قرح راسك يا بلطقيش تمشي أحيانا يفقرنا أنبوب النفط وأحيانا يقصف الكهرباء من يقصف الله عمره وأحيانا يعني ولا خلنا حاجة صح الله لسانك أخي احنا نشتي نخرج من السياسة شوية نخرج من السياسة نخرج أخرج لنا من السياسة لا إله إلا الله قالوا إن احنا نصوم تدري من هم؟ من هم؟ البوارات والمزرزرة ما لهم؟ ما خلونا احنا نصوم يا أخي قلت ايش؟ تلبس لك الضيق تلبس لك الايش؟ الضيق تلبس لك الضيق من اجل يسيل الريق وتختزق اذني من كثرة التعليق تحرك القرة وبحرره كرة وقرتي مزرور بالبالطو زرة تخيط الشارع باليمية مرة تخيطه زقزاق تخيطه زقزاق ودون ما إحراق بكعبها العالي تسابق الميراق عصفورة تتخبط كل ساعة فوق عشناق تمرق الصورة بالبودرة مراق يا صاحب القرة يا صاحب القرة صم قرتك عاري بالزحمة يقبصها كل ساعة سفاري وأنا من الباطل أقزز وأتحاري أنا التفلح يا وقدم ظفاري سألقوا لغفة أنا والله يا أنا مصور مع بالله ما خرجت من السياسة دخلت أنا في سياسة ثانية ما كم نفعل بك أخ إيهاب نرجع للسياسة ولا لا دي لي أفضل قصيدة عندك أفضل قصيدة إيش معنى أفضل قصيدة طبعا يعني ألقيتها في يعني كتبتها في 2006 بعد الانتخابات الرئاسية قصيدة فاطمة هذا فاطمة طبعا لها مقدمة من هي فاطمة هذا لها مقدمة علشان تعرف من هي فاطمة ضروري تسمع المقدمة حقي علشان ما حيقول أمي وحيقول جدتي وحيقول خالتي وحيبت عمتي فاطمة هذا ألقى المقدمة تحكي من هي قبل القصيدة طبعا فاطمة مواطنة يمنية باعت صوتها للفاسد بخمسمية ريال استلمت الخمس وبصمت بالخمس استلمتها وهي فرحة لا تدرك أنها كمين أي قنبلة موقوتة انفجرت القنبلة بعد الانتخاب ضيعت لفاطمة الشخاطط والروتي الشاحط فأقدمت على السفر إلى العاصمة وعند وصولها دوخت فاطمة ليش دوخة فاطمة؟ ليش دوخة؟ اسمع معي القصيدة قلت اطرشنا بماء دوخة فاطمة لما شاف الفلل داخل العاصمة قال يا ليتني وسطهن خادمة سألتني تأين ومدوخ سألتني تأين من تقول وسطهن قلت لي يا شقين صاحب الخمسمية دوخة فاطمة الفساد مطمعه الفساد مطمعه ربنا يقلعه لو تريك معه خارج العاصمة دوخة فاطمة اطرشوا لنا بما مو معه إن أنا مع أرصدها بالبنوك والشرائك تزوك قال للبلاد يا ابن أبوك ما اشتقمش فاطمة دوخة فاطمة اطرشنا بما في منام العميق في منام العميق قال شافت حريق قلت له بالطريق القرع قادمة دوخة فاطمة اطرشنا بما شقوم الطمع يا لئيم الطمع يا لئيم أوقعك بالجحيم
توب علي يا رحيم واصلح الخاتمة دوخة فاطمة اطرشن بما تقول اشتقون ولا مشتاقون ما عاد ان شاء الله قد قامت قد قامت اشتقون يا ابو غرا يقول اشتقون قد قامت ان شاء الله قد قامت وقلعت ال بعد الرياح قد ايوه قد طرشناها بالماء قدرناش نقيمه والله العظيم ايش قالك حق الحنقره قرحه وصيح لا قوم يقوم ولا قدر لما قرح من تونس من تونس الحمد لله قام الحمد لله سمعت معك قصيدة انه كف هدي علي عبد الله ليلة اعدام صدام يوم اعدام صدام حسين يوم اعدام صدام حسين هذيك الليلة كيف علي عفش رقاد وكيف كان هذيك الليلة صعب فصورته بقصيدة صغيرة كيف هذيك الليلة ومن شاف في منامه ايش قلت فقلت ايش قلت صدام لا تبكوش صدام لا تبكوش لا تبكوش ابكوا على علوش يغرز بنفسه الصميل والشعب ما يشتوش يوم عدمه صدام يوم عدمه صدام رقده مربوش رقد على بطنه وجثته مرعوش وفي منامه شاف اللي ما شفتوش مو شاف العجوزة رئيس شاف العجوزة رايس بالميري والطربوش تقول له من ربك أجبني يا مبجوش أجابها مرعوب ربي وربي كبوش لا حول ولا قوة الغفور ربي وربي شبوش استغفر الله العظيم يا أخي لا حول كان يعني متصور رجوك يقعد منه بعد صده أخي علي عبد الله قال إنه رجع بغصنة زيتون وحمامة السلام يا ربي هو رجع ولا حمامة السلام اي شيء حمامة السلام عندكم اي شيء انا عندي قصيدة لتوكل كرمان بمناسبة استلامها لهذه الجائزة كتبتها في ذاك الوقت فقلت ايش فقلت بالله يا طير الحمام بالله يا طير الحمام قل لي ازلام النظام جائزة نوبل لنا احنا عشاق السلام والعار والخزي لكم يا خفافيش الظلام الله. ليس من خوف من أوباما ولا من برد أو زكام من هديلك يا حمامة علي صالح ما ينام هذا لي معني علي صالح ما ينام علي صوتك فوق علي يا بنت الكرام أسمعي غربي وشرقي في مسيرة واعتصام دق عرش الظلم دق حتى ما يسقط حطام يا توكل تستحقي منا كل الاحترام ضاقت الدنيا علينا من افاعيل اللئام يلا يا مولى الموالي يا سريع الانتقام بالفرج عجل الينا ونسالك حسن الختام والصلاه على محمد دائما على الدوام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأخ إيهاب الحامي عاد كان عندك صورتك حامي حامي ايوه عاد كان ودنا نواصل معك لكن الوقت أدركنا أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكركم كما نشكر شاعرنا إيهاب الحامي فإلى اللقاء مع شاعر جديد في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.